السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. ما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. ابنة عام الفنانة المغربية دنيا باطمة كتخرج على الصمت ديالها بسبب هادشي اللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيقولوا ان دنيا باطمة حولوا عندها شي سجينة من الجنايات الغرفة ديالها. فغنخليكم مع الفيديو. سبحان الله العلي العظيم، سبحان مبدل الاحوال، سبحان مغير الاحوال. انا عاده اي كومونتير كيكون عندي ديك السميه كنورمالمون كنحذفو، لكن انا غنطلع لان بزاف ديال الناس كيسولوني على هذا الامر. انا نقول لكم واحد الحاجه، علاش فجاه وليتو متيقين سبب المشكل اصلا؟ شكون اللي قحم الاسم اصلا؟ اللي قاحم الاسم فجأة وليتو كتاخذوا من عنده المعلومات، وكتاخذوا من عنده النصائح، وكتاخذوا من عنده الرسائل المشفرة والغير المشفرة. خو دماغكم. انا عمري ما تيقت كلامه لا في الاول، وعمري ما غنتيق كلامه دابا. ودنيا عندها ناسها، عندها اهلها، هما اللي غيقولوا لكم هادشي، وعندها لي فان ديالها. سمعوا من لي فان ديالها، سمعوا من لي فانز ديالها، سمعوا من الناس اللي سنين دابا هما كيتقاتلوا على سميتها وكيدافعوا عليها بشراسه. هادو هما اللي تسمعوا منهم، ابار ما تسمعوش منهم. المهم كنتمنى نكون وصلت المعلومه. هذه المحاميه ديالها والله ما كرهت، قسما بالله ما كرهتش، ولكن عقل صغر للاسف. ما كملتش قرايتي، اما كنت كملت قرايتي اكيد اكيد كنت محاميه ديالها، وشرفني هذا الشيء. عزيز على واحد الحاجه قسما بالله العلي العظيم، الى موقف من المواقف، هذا الموقف بالذات من المواقف اللي حسيت براسي عاجزه ما قادره نعاون بحتى شي حاجه. يا ريت كون كملت قرايتي وكنت محاميه، الفيديو اللي شفتو اي بنت صغيره ولا ولد صغير كملوا قرايتكم، لان مستقبلا غطيحوا في مواقف غتمناو لو كنتي طبيبه، وغتمني لو كنتي محاميه، وغتمني لو كنتي قاضيه، وغتمني لو كنتي بزاف ديال الوظائف. والله كملوا قرايتكم الاخوان، كملوا قرايتكم وكونوا شي حاجه اللي غتنفعوا بها ناسكم القراب اول حاجه، وغتنفعوا بها راسكم، وغتنفعوا بها المجتمع. هاد نتا غير وليد واحد اللي عندي جوج بس الكنية، تقدري الا بغيتي، ولكن تما بعيد. لا 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 ما نقدرش، لا لا ما نقدرش، واخا نفس الكنية. انا نقول لكم اكيد اوف كورس غنمشي عندها، اوف كورس السيما، اوف كورس. شكون لك بنتي ولا دنيا؟ لا دنيا كدافعي لها، تخرج ما تحاشيهاش ليك دابا، تشوفي غير بقاي دافعي لها. سوقك سلمى، سوقك اختي، انا وبنت عمي وانت شخشاه لك انت اختي. سوقك داف سوق جواك، داف بنت عمامك، كندخل بينك وبين دريكتك. دخلي سوق راسك، دخلي سوق جواك، تعيشي 100 عام. السلامه يا ربي، السلامه اختي، السلامه منكم، السلامه. حطب جهنم فوق الارض ما كتفاكوش، وتقول زعما واش طاطي ولا تقولوا حشومه الفتنه تطيروا فيها، ما كاينش بحالكم فيها. زوينه هادي، انا وبنت عمي وانتي ايه، انا وبنت عمي وانتي ايه. سوقك ما اختي كيدخلوها في الخصوصيات، ولا كيدخلوا مع العظام. نقول لك لا ما لعبتش انتي، عندكم نفس الاسم ولا ما مسموحش؟ البنات سمعوني، انا نقول لكم قلت لكم ما مسموحش، ماشي مسموح، كون عارفه مسموح ما نخرجش فيكم عيني. انا نقول لكم البنات بعيد، ما قدرتش كذا، نينا نينا نانا، ما مسموحش، انا غير مسموح ليا. الزريقه طلق لي الشعر، عبرتي عليه وباسلات، والله تباسلات. فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.